السلام عليكم ورحمة الله، كيف حال الشباب؟ إن شاء الله طيبين. مقطع جديد سكول أمبونز. اليوم بعلمك الطريقة كيف تجمع الفضة بسرعة فوق المليون، بس مسألة ساعة ساعتين أو ثلاثة. طيب، أول شيء تسويه طويل العمر أنك تطلع من جزيرة لوبي أو سانت إنت، تطلع منها تروح تستكشف الجزيرة هذه. طيب تستكشفها، حلو، تروح هني التاجر مرات تكون هني، طيب مرات تكون فوق، إذا كان فوق تروح تحت الطريق. أوكي. مرات تكون هذاك هناك وأنا موجود المهرب، التاجر مرات تكون هالمكان مرات تكون تحت، ما تفرق إن كان بنت إن كان رجال، ما تفرق، أهم شيء يكون تاجر تشتري من عنده السلع. في سلعتين محتاجينها نحن بنشتريها من عنده. اوكي، نتاجر محتاجين هذه السلعة وهذه السلعة، الثنتين هذا اشتري قد ما تقدر، قد ما عندك فلوس اشتري كامل يعني. اوكي، وهذه اوكي قبول. طيب بعد ما اشتريت من عنده، طيب ايش تسوي؟ على طول تسوي ستار، خروج القائمة الرئيسية. نعم، مفروض نحن نغير السيرفر، نرجع نفس التاجر بعد ما تشتري كمية كاملة، يعني مثلا تشتري 200-300 حبة 400 حبة. اوكي شباب، بعد ما سوينا خروج القائمة الرئيسية نسوي استمرار. طبعا ترجع وتدخل، ترجع وتدخل. في الفترة هذه المفروض انك انت يعني ما ترجع بسرعة، يعني تنتظر شوية بس السيرفر يتغير السيرفر تدخل، يعني أول ما تسوي خروج للقائمة الرئيسية ما تسوي على طول استمرار، تنتظر شوية يعني 5 ثواني 7 ثواني، ترجع لنفس التاجر تشتري من عند السلعتين. مرات تكون السلعة تكون محدة، مرات تكون يعني مع بعض، تكون ما تفرق، أنت إذا كانت وحدة تشتريها، إذا كانت مع بعض تشتريهم يعني. فأنت تطلع وتدخل، تطلع وتدخل لين ما تجمع تقريبا فوق 300 أو 400 قطعة. طيب نسوي تحدث نتاجر، عطاني اشياء ثانيه. طبعا نحن محتاج هذا، نشتري هذا القطعه، بعد قطعه سلعه. اوكي، والسلعه هذه. اوكي، اول ما تشتريهم جمعت فوق ال 300 400 سلعه، يعني من سلعتين تشتري مثلا تحصل اللوح 400 حبة والشراب مثلا 400 حبة، على طول تسوي تنقل، انتقال سريع، تروح للجزيرة هذه. عند الجزيرة السلطانية تحصل هذا المكان كا، تسوي عليها انتقال سريع. هذه شكل الجزيرة، توصل عند هذا الضابط الفاسد، تحدث على طول، تروح تبيع شراء بيع. طيب هو يبي مني قطعتين، يبي مني هذه وهذه، هذه يبي لي اشتري اللوحة الوحدة 262، اللوحة الوحدة يعني تخيل انت عندك 400 حبة كم بيشتري منك. اوكي، هذا بس مثال بسيط، يعني الحين أعطاني تقريبا 3900. أكيد تبديل، وهذا تقريبا 12 حبة ب 4700، في قبول. يعني تكرر العملية هذه، يعني ممكن أنت تشوف ما يبين لك رقم مليون في اللعبة هذه، يعني بس يبين لك تسعات آخر شيء زائد، يعني أنت فوق المليون يعني. فأنت حاول تجمع اللوح أكثر من 400-500 حبة قد ما تقدر أنت، والشراب نفس الشيء فوق ال 400-500 حبة. بس هذا الشيء اللي حبيت أشارككم فيه، وإن شاء الله عجبك المقطع، وإذا عجبك لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير.